أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ذكرتم أن مجرد التهمة مانعة للمسلم من صحبة المتهمين، يا شيخنا أليس المرء بريء حتى تثبت إدانته؟ وإلا فإن بعض العلماء يتهمون في أعراضهم، فهل مجرد التهمة تجعلنا أو تجعلنا فيه تهمة وفيه فرية؟ الفرية لا تجوز، وأما التهمة للناس ما هو بواحد ولا اثنين، الناس كلهم يتهمون هذا الشخص، تهمة متكررة عند الناس كلهم مشهورة، هذا هو المتهم. أما عدو مع عدوه يتهمه ويفتري عليه، هذا لا يصدق، هذا لا يصدق. نعم.